متابعينا الكرام، متابعي شارع الصحافة والشرق الفنون التشكيلية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقة من الأشياء الجميلة إن احنا نلاقي يعني طلبة سنهم صغير إلى حد كبير، ومع ذلك فهم فنانين تشكيليين شغلهم وأعمالهم الفنية تقول إن شاء الله بعد كده ممكن يكون لهم مستقبل واعد في مجال الفنون التشكيلية. من النماذج الجميلة اللي نسعد إن احنا نقابلها الفنانة التشكيلية الشابة في الصف الأول الثانوي الفنانة ياسمين حسين. أهلا بك ياسمين. ياسمين أنت الأول من محافظة المنيا مظبوط؟ طيب ياسمين، عايز اعرف بسرعه قصه مشاركتك لهذا العمل في المعرض ده. عايز اعرف هنا الفكره بتاع اللوحه دي، عايزه تقولي من خلالها ايه؟ الفكره بتاع اللوحه ان دي صوره واقعيه في الواقع اللي احنا فيه في المجتمع. لما يكون في ثقه بزياده ما بين الاصدقاء في الاخر بيطلع فيه اتفضل. اللي بيطلع فيه الشاي اللي هو تمام تمام. يعني انت عايزه تتكلمي عن ايه بالظبط؟ عن جانب الشر ولا عايزه تتكلمي عن ايه؟ ولا عن غدر الاصحاب ولا تتكلمي عن ايه بالظبط؟ احنا مش لازم نصف كل الناس كده ونعرف الناس دي كويس. جميل. طيب هل معنى كده ان انت ممكن ياسمين يعني تكوني في حياتك شويه نقول اتعرضتي لشيء من الغدر كده من بعض المقربين منك؟ يعني بقول لك كده كان فاكره موسى طلع فرعون. هل وارد ان انت تكوني في حياتك زي اي حد يعني تكون اتعرض لوقيعه او اتعرض لنوع من الغدر شويه من بعض الاصدقاء بدون تحديد اسماء يعني؟ يعني عشان كده انت حبيتي تعبري عن الفكره دي. طيب عايز اعرف بقى مشاركتك في المعرض ده، هل دي اول مشاركه ليك في معارض ولا شاركت قبل كده في معارض كتير؟ لا شاركت في 4 معارض ده الرابع. عايز اعرف تركيزك بقى في شغلك، يعني هل كل شغل واقعي ولا شغل تجريدي ولا شغل سريالي ولا ايه؟ في منه واقعي وفي منه اكتر حاجه بتحبيها يعني ايه في السكه؟ الشغل اللي هو ايه؟ معبر. يعني مثلا واقعي ولا تجريدي بقى وحاجات رمزيه وحاجات زي كده؟ حاجات رمزيه. طيب هنا عايز اعرف على مستوى الخامات، انت هنا استخدمت بقى هنا ايه؟ فحم ابيض باستل. شفت باستل وفحم. كويس. عايز اعرف هل انت استخدمت قبل كده الوان ثانيه؟ مثلا بتستخدمي الزيت الاكريليك او الخامات الثانيه ولا؟ تمام. عايز اعرف طموحك ان شاء الله في المرحلة القادمة، نفسك تعملي ايه او نفسك توصلي لايه؟ بس على اي حال طبعا نتمنى توفيق الفنانه التشكيليه الشابه ياسمين حسين وياسمين زي ما قلنا في المنيا وللفنانه الكبيره الصف الاول الثانوي. كل الدعم ليكم من شارع الصحافه ومن انا شخصيا الدكتور محمود عبد الكريم رئيس تحرير شارع الصحافه. توفيق لياسمين. شكرا لك.